الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للسينما الأوروبية العربية أمال انطلقت في الرابع عشر من الشهر الحالي في مدينة سانتياغو دي كومبوستيلا الإسبانية بمشاركة عدد من الدول العربية والأوروبية. 30 فيلماً شاركوا في المسابقة الرسمية هذا العام. المهرجان ترعاه مؤسسة الأرجواني الخاصة منذ 2003 ويمثل فضاءً للتفاعل بين الثقافتين العربية والأوروبية عبر لغة عالمية هي السينما. الفيلم الهولندي الرباط حصد 3 جوائز، وهي جائزة أحسن فيلم طويل وأحسن إخراج لجيم تايتو وفيكتور بونتي، كما فاز بجائزة أحسن ممثل والتي ذهبت إلى الهولندي من أصل مغربي نصر الدين دشار. الفيلم يحكي قصة 3 أصدقاء ذي أصول عربية، يقرر أحدهم أن يسافر على متن سيارة أجرة والده، فيشاركه صديقاه المغامرة التي تنطلق من أمستردام وتنتهي في العاصمة المغربية الرباط. جائزة أحسن فيلم وثائقي طويل فاز بها فيلم الشاي أو الكهرباء للبلجيكي جيروم لومير. الشاي أو الكهرباء يروي قصة وصول الكهرباء للقرية المغربية الصغيرة إفري والتغيرات التي طرأت عليها على مدى 3 سنوات. إذا جيتي الحقيقة حنا في حاجة إلى الطريق، الطريق هو ضروري. المهم الضوء صافي، هذاك إن شاء الله 100% دابا إن شاء الله. الدراري الصغار راه بغاو الضوء بغاو التلفزة وتبدا الشمس والحياة. يا